مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وخير. ننتقل وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد، ويسعدنا لهذا الأسبوع استضافة المهندس ناصر الشحروري. بداية مهندس ناصر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا في بداية البرنامج نتعرف بشخصك الكريم أكثر، يعني بعيدا عن الألقاب. ناصر الشحروري من هو؟ ناصر الشحروري إنسان بسيط، خريج جامعة مؤتة، هندسة ميكانيكية تكييف وتبريد. تخرجت من جامعة مؤتة، أخذت فترة تدريب مع المهندس سهل المجالي في فندق لي رويال. أثناء تدريبي أجتني فرصة للإمارات العربية المتحدة. كم قعدت تقريبا مدة التدريب؟ ثلاث شهور. نعم. جيت على طول على الإمارات، اشتغلت استشاري مع الخليج العالمية الاستشارات. فرصة اجت بكير شوي كان. الحمد لله، يعني هي التوفيق من الله. أكيد. قعدت 3 سنين استشاري، ما حسيتش انه انا يعني بدي اتعلم الاستشارات. ما فيهاش زي المقاولات. اكيد. فانتقلت لشركة الحمد، مهندس نشأة سهونة. يعني بعد هالثلاث سنوات انتقلت بإرادتك ولا بإرادتي؟ نعم. وكان في طلب علي، لانه المهندس نشأة كانوا اولاد اخوه كلياتهم معي بالجامعة. فاخذوني. قعدت 6 سنين، هي الفترة اللي كان فيها العلم، تعلمت. بعد الست سنين، وين كانت هالست سنين هاي؟ تقريبا نحكي فيهم يعني في دبي. يعني نحكي فيهم وين كان التعليم؟ المارينا اكثر شيء كان دبي. مارينا كانت معظم مشاريعي في دبي مارينا معاهم، كان هو المجال الميداني اللي بتتعلمي فيه. قضينا فيها فتره طويله يعني الحمد لله، وتعلمت من هناك. تعلمت، اكتسبت خبرات بهالمحطه. هي هناك الخبرات اخذتها اصلا. الاستشارات كانت عباره عن داتابيس بس للعلاقات، بالاضافه لقليل من العلم يعني educational. بس المقاولات هي اللي بتعلمك. أكيد. الشغل لما تشوفي شغلات على أرض الواقع، واللي كنت تدرسيه بالجامعة صحيح. هناك بتشوفي. صح. بعدها استدعاني صديق إلي، المهندس نذير الحاج علي، شركة صهيب المقاولات. خبرني إنه في عنده شركة وبده إلها إدارة، اللي هي شركة الشرق الأوسط، اللي هي أنا الآن حاليا المديرة، اللي هي الآن إلي. درتها 6 سنين كمان الحمد لله، واعتمدتها من كل الجهات الحكومية وبنيتها من الصفر بمساعدته. بعدين شريتها منه والحمد لله صارت لي. الحمد لله. طب نرجع لها من البداية، كانت هي طريق بأي سنة تقريبا كنت؟ 2006. 2006 أصلا الشركة. صارت إلك ولا؟ لا، 2006 أنا درتها 4 سنوات. كنت من 2006. نرجع لها شوي لورا ونتذكر شوي بالشركة كيف كانت وين صارت اليوم، شو الفرق بين هذاك الوقت واليوم؟ يعني إحنا بنحكي ب 11 سنة تقريبا اليوم. كتير. أنت أي شركة ما فيهاش إدارة بتكون عبارة عن مكتب فقط لا غير. اشتغلت على الشركة ووسعتها وعملت لها ماركتينج واخذت لها مشاريع والحمد لله. انت مجرد ما تسجل الشركة وتصير معتمدة في جهات حكومية بصير عليك الطلب، مش بس اونلاين، بصير عليك الطلب حتى بالسوق. اكيد. شركة الشرق الاوسط، وعن الخدمات اللي بتقدمها، خلينا نحكي عن شو هي الشركة، نحكي عنها اكثر. الشرق الاوسط هي كأكتيفيتيز انتيريال ديكوريشن واكسترنال ديكوريشن وبيلدينج مينتيننس، ولكن احنا اللي بيميز شركتنا انه احنا عندنا جميع انواع الحلول لمعالجه الهواء، لتنقيه الهواء بشتى الطرق وعلى شتى المستويات وبكل المجالات. يعني مطاعم، مقاهي، اوتيلات، حتى المستشفيات والأجهزة اللي خاصة بالأطفال اللي عندهم صعوبة بالتنفس موجودة عندنا. مبدأ عمل هذا الشيء، في ستاندرد في دبي بتعاملوا فيه هم، يعني كأنواع على الفريش اير. أنا ما بدي أوجع لك راسك تكنيكالي، عرفتي، ولكن في هيت ويل ريكفري، وفي هيت بليت اكستشينجر، وفي هيت بايب كويل، في أكثر من طريقة. إحنا وين المجال، وين في السبيسيفيكيشن المطلوبة، بنقدر نغطي لك إياها. جميل. سبب توجه مهندس ناصر لأكثر من، خلينا نحكي، لأكثر من مجال، انتقاله ما بين محطة ومحطة، إيش سبب هذا الشيء؟ أنا بطبعي بحب أكون مغطي كل المجالات، يعني لما يجيني زبون من الـ A إلى Z إيش ما يطلب لازم يكون موجود. اثنين، السوق مغري. صحيح. السوق مغري، ما بتقدر تضلي شغالة على أسبكت واحد، بكرة إن صار إشي في هذا الأسبكت تقومي توقفي. فمشان هيك لازم يكون عندك باك اب بلان، يكون عندك خبره في كل شيء. ايوه. برايك هذا نجاح للانسان ولا هو؟ والله هو النجاح من الله.
أخت شدة عرفتي أكيد كيف أكيد. بس احنا بدنا نعمل اللي علينا والحمد لله يعني عم ننجح في اشياء معينه واشياء ما عم نقدر نتطور فيها لانه اصلا هي مش الاسبكت تاعنا ولكن بنحاول ناخذ شويه معرفه أكيد. فيها أكيد. وبضل عندنا باك اب للمعلومات. اليوم بشو بتتميزوا انتم عن غيركم في نفس المجال خلينا نحكي او في عده مجالات انتم اليوم بتشتغلوا فيها؟ دائما بنحكي انه الانسان اذا بده يكبر اذا بده ينجح بده يكون بتميز بشيء معين خصوصا عن البقيه، خصوصا احنا في بلد يعني منافسه قويه استثمار قوي. يمكن ايش اللي خلاك تستمر هالفتره؟ يمكن الاقدميه اوكي والخبره اللي صارت عندنا احنا بالشركه بموضوع المقاهي والمطاعم والاوتيلات هاي شغله يعني ساعدتنا كثير. عرفتي كيف؟ يعني انت حتى لما تدخلي اونلاين بتلاقي اسم الشركة واسم فرد، عرفتي؟ صحيح. يعني مسجلين كأفراد وشركات، يعني معظم الناس مثلا كانوا يتعاملوا معي زمان ما يعرفوش اسم الشركة. عرفتي؟ الآن الناس بتعاملوا مع الشركة بيعرفوش اسم المدير. صحيح. عرفتي؟ فالأقدمية هي اللي ممكن يعني ميزتنا وشغلنا يعني مع الدوائر الحكومية يمكن توجهنا إنه ناخد الاعتماد دايما والستاندرد من البلدية، هاي كان أهم شيء. لأنه يعني كلمة انه انت بتشتغلي على ستاندرد هاي أكيد. اعتقد صحيح good reputation. المبدأ الاساسي او القاعدة الاساسية اللي اتخذها مهندس ناصر لا يمشي فيها خلال هالعشرين سنة ويستمر ويوصل اليوم للي هو عليه ممكن الاختلاق او خلينا نحكي التشتت كتير في المجالات. هلأ اذا تعرضت للانتقاد انا مشان هاي الشغلة هلأ هو مش انتقاد بالعكس لا. ممكن هو يكون سبب نجاح. انا بخططش لبعيد كتير، عرفتي كيف؟ يعني يمكن الناس تقول لك غلط بس انا ما بخطط لانه السوق هلا عم بتغير بسرعه مش طبيعيه، الطلبات الريكويرمنت اللي بالسوق عم تتغير. يعني زمان كانوا الناس ما يركبوا ماكينه فريش اير ينقوا الهواء، هلا عم في عليها طلب مخيف. صحيح. هلا يمكن قبل 20 سنه ما كنت تفكر أيوه. بهذا الحد. زمان كانوا مثلا في مجال العقارات يطلبوا استوديو، هلا الناس عم بتدور على غرفتين وصاله. فالسوق انا يعني ما بقدرش احط لك خطه من هون لعشر سنين، خلال السنتين الجايين كله يتغير. فانا ما بخطط لبعيد، انا بمشي مع الفتره الحاليه. يعني لو قلت لك وين بتشوف حالك بعد خمس سنين ما حتقول لي. ان شاء الله يكون عندي سبع فروع في دوله الامارات. نعم مشان اكون مغطي كل الاحتياجات وان شاء الله واحده بالاردن ان شاء الله، وان شاء الله للعالميه توصل. الله يسعدك، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، دوم النجاح والتقدم. طبعا اليوم وبعد مرور هالعشرين سنه انا اكيد انه اي مستثمر اي وافد اي انسان بالحياه اذا بده يطمح لبعيد وبده يكمل شغله وبده استقرار، هذا الاستقرار كان موجود بدوله الامارات. نعمه الامن والامان اللي بدوله الامارات ساعدت كثير من المستثمرين انهم يكبروا. قديش كان لها دور هالمنظومه على هي على البزنس تبعها؟ الدور الاساسي اصلا الامان في الامارات، يعني السوشيال سكيور والايكونوميك سكيور هم ما يميز الامارات العربيه المتحده. اكيد ايوه، يعني اذا عائلتك مرتاحه واذا شغلك مرتاح انت شو بدك؟ اكيد رح تنتجي، رح تكون البرودكتيفيتي تاعتك كثير عالي. اكيد ان شاء الله الله يديمها من نعمه على البلد ان شاء الله. آمين. طبعا اكيد هالنعمه مش موجوده الا بعد فضل رب العالمين، واكيد الايادي البشريه اللي موجوده بدوله الامارات من شيوخ وحكام الامارات كان لهم دور كبير ايضا بتوفير هالنعمه، بتطور هالبلد، بازدهار هالبلد. كلمه شكر منك لشيوخ حكام الامارات. بصراحه شيوخ الامارات يعني ما فيش كلمات ممكن تعبر عنه، يعني قولي انا حياتي حياتي كثير قصيره انا مشان انا اقول لك عن شيوخ الامارات لانه كثير. لكن خلال هالفتره اللي عشتها وشفت فيها التواضع اللي بشيوخ الامارات يعني بخليك مو قادره تحكي اي شيء. الله يديم شيوخ الامارات على الامارات ان شاء الله ويزيد الامن باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ويرجع لكل الدول العربيه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. اليوم مهندس ناصر لمين بحكي شكرا؟ بحكي شكرا اول شيء لله لانه التوفيق من الله. اكيد الوالد لانه اختار لي هندسه الميكانيك تكييف وتبريد. هو كان مش كانت اختيار اختياره ولهلا بدعي له. عرفتي كيف؟ الحجه الله يخليك اياها، رضاها هي الحساب اللي بالبنك. عرفتي كيف؟ وكل من ساعدني كل من ساعدني في دوله الامارات العربيه المتحده صغير وكبير، مهندس او فورمان اوكي انا بقول له شكرا. واحنا بنقول لك شكرا على طب خليني اشكركم انتم كمان اكيد وشكرا لكم انتم لانكم استضفتوني معاكم وان شاء الله تعيدوها ان شاء الله. وشكرا لك على هاللقاء الطيب على هالكلام الرائع. شكرا لك مهندس ناصر.
كل الشكر للمهندس ناصر شحروري، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا. وجنودنا عليهم فخر بسماها، نيشان فخر لنا دوم وأبد، وبنت زايد للوطن الله حباها، ربت أجيال الفخر عز الطلب. وجنودنا عليهم